ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کندھکوٹ میں خبر ڈیندا ہلوں تو کندھکوٹ جے گوٹھ می بگن خان بجراڻي میں اٺين محرم الحرام يوم عاشوره جي موقع تي انجمن حضوري اسنا اشري زوار علي نواز نصيراني طرفا مجلس عزا منعقد ڪئي وئي جنهن ۾ مومنن سينا زني ڪئي هر طرف يا حسين جو سداؤں گونجي پيو بعد ۾ في سبيل الله شبيل نگر نياز مومنن ۾ تقسيم ڪيو ويو مزيد خبرون اور تفصيلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com